تعذيب شديد حتى ان البقر، عرفت البقر؟ هذم البقر هذو، هذو قاعد يضرشان حليب يعني من كثر البورة، يعني ان المقاطعة اثرة، سمع؟ المقاطعة اثرة، وننصحكم واصلوا المقاطعة. السيد عبدو، عبدو حيدر، هامو، سمعت وسمعنا عن جنون البقر. اقطب زي ما يقول لك اقطب. هل صحيح يوجد ما يسمى بجنون البقر هناك؟ هذه خرطة، هذه كذبة. اقول لك البقر سليمة، سليمات من الجنون. هنا بالدنمارك ما مجانين الا الاوادم، ما البقر سليمة. ومذيع، هذا انت معي مذيع؟ السيد عبدو، ايوه معك. بما انك هناك تعيش في الحدث، هل انت مقاطع؟ اسألك سؤال شخصي يخصك انت سيد عبدو حيدر. ايوه هذا السؤال، هذا حس السؤال هذا حسك حزم الوجع، يعني لازم كبوننا اونا لا ناكل ولا نشرب، احنا وسط الدنمارك وكل المنتجات من حقهم، يعني نموت جوع. خاف الله. وين مذيع؟ مذيع؟ السيد عبدو حيدر، تريد ان تقول شيء اخر؟ ما عاد اقول، لا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. عبدو حيدر، عبدو حيدر، القناة حقنا من عندهم. السلام عليكم. شكرا لك مراسلنا من هناك من موقع الحدث، السيد عبدو حيدر بكسر الحاء، وشكرا. قد بدينا؟ عفوا معلش، انا قالت مركز على الحاء اللي كسر عبدو حيدر. بيني وبينكم مش الحل اللي يشتي له كسر، يد الرسام اللي رسمت الرسوم اللي تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي تشكسر وبتر.